خلينا نشوف عندنا المقلوبة هنبدأها ازاي. هنا عندنا لحمة مكعبات او لحمة ملبسة، سلقناها ببصلاية وحبهان وورق لورا وطماطم مبشورة، جميل، وحطينا مية سخنة وسبناها تتسلق معايا قدام حضرتك اهي، لحمة تكون ملبسة وكده وجميلة، وحطينا لها جزراية برضو شرايح. طيب بعد كده بنبدأ نجيب عندي الحلة دي، الحلة اللي سلس دي مش هينفع للمقلوبة لأنها واخدة اللي هو البومبي ده، فمش هينفع، لازم الحلة تكون زي اللي قدام حضرتك ديت، دي اللي نشتغل فيها المقلوبة أهي، تمام، تبقى بشكل أفق كده، ما تبقاش إيه واخدة كيرف ولا أي حاجة، تبقى معدولة. نعمل أول حاجة إيه، بقوم جايب عندي فرشة صغيرة وقوم جايب عندي معلقه سمنه صغيره قدام حضرتك اهي، وبنبدا ندهن بيها. لسه والله المنيوهات لسه ما سخنتش معانا، في حاجات كتير كده كده عايز اعملها، بس بستنى كده اعدي اول يوم وتاني يوم رمضان، خصوصا شغالين على ديكور جديد وحاجات جديده، فقلنا ايه ناخد بس على العده الاول وبعد كده نبدا ايه يعني نسخن بقى ونعمل اللي احنا عايزينه. هنا السمنه بدهن، بصي من كل حته من الحلة بتاعتنا زي ما حضراتكم كده شايفين، جميل. أنا كله تمام إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله كله تمام. آخد عندي يا سعادة الباشا اللحمة دي ونبدأ نحطها فين؟ في الحلة. كيلو لحمة كده مكعبات بنجيبهم. الله الله على الجمال. ليه بحمل الحله كده بقى؟ عشان تطلع محمره كده معايا من تحت. بسم الله. لما نقرب كده. هو ده. وعندي كيلو رز بسمتي. هنبدا برضو نضيفه عليها كده، خلاص كده اللحمه اعتقد مش لحمه تاني خلاص. الشوربه دي يا شباب بقى عايزين حد يصفها لنا ويجيبها لنا، الشوربه دي تمام كده قدام حضراتكم اهيت اللحمه دي اول حاجه هنعملها. طيب بعد كده بنبدا نعمل ايه بقى؟ بقوم واخد باخدها زي ما هي كده يا ريس وهي كده شغاله، بقوم مديها طماطميه مبشوره، تمام، ادي طماطميه مبشوره وهوب بقيني اقوم مدينها معلقه صلصه طماطم صغيره جدا، جميل، وبعد كده نقوم مدينها شوية الملح والفلفل. جيم شوحت اللحمة مع معلقة صلصة، سهلة قوي يعني. انت بتسلقي تمام، يعني عارفة الحاجات اللي بعملها ديت والله البنات تقدر تعملها سهلة جدا. شفتوا البنات اللي كانوا معانا في البرومو ما هوش عارفين يعملوا حاجة، فاهمة ازاي؟ في دي كارثة. مش كل حاجة بقى الأمهات تعملها، يعني البنت تيجي تعمل المقلوبة أهي تفاجئ كده الناس النهاردة كلها ليه عملت مقلوبة. اسلقي اللحمة بحبهان وورق لورا وبصل وفص مستكة وشوية الملح والفلفل ومية سخنة، وبعد ما تتسلق تقومي حطاها في الحلة وتقومي حاطة بتنجان مع فرابة دقيق وفلفل رومي وتنزليه الزيت يا باشا، وبعد كده تقومي حطاها على اللحمة بعد ما تحمري اللحمه عندك على النار. واخدين عندنا الطماطم، بص هي على النار دلوقتي، ليه على النار؟ عشان حضرتك تتحمص اللحمه من تحت. حط طماطم شرايح. جميله المقلوبه وسهله. حلو الكلام، ونقوم ايه؟ موقعين عليها وسايبينها على ما نعمل، انا مهد عليها النار يعني، على ما نعمل عندي الرز بقى. الرز جايب كيلو رز بس رز مصري، الرز المصري في المقلوبه افضل من البسمتي لان النشا في المصري اعلى فبتتسمغ جوه المقلوبه، فنيجي نقلبها تلاقي الموضوع حلو. البسمتي ممكن الموضوع يفرط مننا شويه بقى، لكن انا جايب مصري رز المصري وغسلناه وبعد كده بدانا احنا نصفيناه بقى قدام حضرتك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. نقوم حاطين عندنا شوية قرفة صغيرين
واقوم حاطط عندي شويه من البهارات، واقوم حاطط عندي شويه من الملح، وبعد كده شويه من الفلفل الاسمر. الله عليك، جميل. واقوم واخد عندي الخلطه ديت كلها مقلبها مع بعض. طماطم شوحناها مع بشر طماطم ومعلقه صلصه طماطم، وبعد كده رصينا البتنجان اللي انا قليته في الزيت، الفلفل الاخضر الرومي اللي احنا قليناه في الزيت، الطماطم الشرايح زي ما حضرتك كده شايف. نقوم واخدين عندنا الرز بتاعنا المصري اللي واخد ملح وفلفل وبهارات وشويه قرفه، نقوم رصينه حضرتك واخدينه كده اهو، ونقوم ايه موزعينه على الحله بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. الشوربه اللي احنا سلقنا فيها اللحمه موجوده اهي، هزود لها شويه بس صغيرين كمان حبيبي. بص يا باشا بقى، نقوم واخدين عندنا الميه ونسقي بيها الرز. ايوه رايق، يلا يا باشا اهو. بس باشا ما شاء الله، شويه مقلوبه بألف هنا وشفا. نعمل ايه بقى يا خال؟ هتقعد تبقلي لهيت وتبقبق، نقوم قافلين عليها. بس قبل ما نقفل عليها بنعمل لها الحركه دي، بص كده بس عشان الحاجات ما تطلعش اللي فوق اللي تحت تطلع فوق. نقوم قافلين عليها وغلوتين اتنين، وبعد كده نهدي عليها النار لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا، وبعد كده نبدا اللي احنا نطلع. بسم الله، الله اكبر، ايه الحلاوه دي؟ ادي قدام حضرتك ادي المقلوبه. الاخبار من وش كده نقلب. وهي خال ونقوم ايه مهدين عليها النار لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا وتكمل التسويه بتاعتها. بسم الله، الله عليك، سيبها بقى لحد ما تكمل التسويه بتاعتها. ان المقلوبه ديت هتعجبك جدا جدا السلكل. بص ما شاء الله ختمت الرز خلاص، الرز بعد ما ختم بنبدا اللي احنا نغطي عليه لحد ما يبدا. يلا بينا بنكبسها كبسه كده حلوه. صلي على رسول الله. يلا بينا، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. بص يا باشا الموضوع حتة لحمة، ايه ده اللحمة ما اصلا هتلاقيها اتهرت منك خلاص، والرز استوى تمام.